السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض يقام الآن معرض مكتك، الحدث الصناعي الأضخم في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا. تعال بينا نبدأ. بسم الله. مهندس حازم بدر المدير العام لمعرض ماكتك، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. كنا عايزين نسال حضرتك عن المعرض، معرض ماكتك، عرفنا بيه. الدورة دي لمعرض ماكتك هي الدورة العشرين، هو يعتبر أكبر حدث صناعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. احنا شغالين على ثلاث معارض مع بعض، كمان أكبرهم هو ماكتك. ماكتك بيضم بداية من العدد ومعدات اللحام والقطع إلى ماكينات السي إن سي، ماكينات الليزر، ماكينات تشكيل معادن. بيشغل مساحة ثلاث صالات، وبيصاحبه معرض هاندلنج اكسبو لمعدات المناولة والتخزين ونقل الحركة جوه المصانع، ومعرض ايرتك الخاص بضواغط الهواء ومستلزماته. طيب بالنسبة لماكينات اللحام، نسبة العارضين في مجال اللحام، احنا عندنا اللحام قطاع كبير بيشكل ما لا يقل عن 40% من المعرض، لان حضرتك طبعا احنا هنا بنتكلم على الانواع المختلفه من ماكينات اللحام بمستلزماتها، فبالتالي احنا عندنا شركات بتعرض ماكينات، شركات بتعرض سلك لحام، شركات بتعرض المستهلكات بتاعت عمليه اللحام. بالنسبه لظروف كورونا في الوقت الحالي، المعرض الاجراءات اللي اتخذها في ظل الظروف دي، احنا السنه دي طبعا دي واحده من اصعب الدورات اللي اتعملت في تاريخ المعرض ال 20 سنه اللي فاتوا. كان عندنا تحديات كتير جدا، صناعه المعرض نفسها وقفت فتره بسبب الاجراءات الاحترازيه. اول ما فتحت صناعه المعرض غيرنا التاريخ، اجلناه شهر عشان ندي الناس فرصه تجهز، غيرنا المكان عشان نقرب للناس اكتر السنه دي، عملنا اجراءات احترازيه في المداخل بتاعه المعرض، بدايه من كمامات، قياس حراره، مساحه الممرات اكبر. كل دي كانت حاجات يعني ليها اولويه قصوى عشان نضمن ان الزائر يجي امن ونامن العارضين بتوعنا. فهي تعتبر دوره استثنائيه، ولكن احنا بنحمد ربنا النهارده ثالث يوم في المعرض واحنا موجودين، ارقام الزياره لا تقل، بالعكس تفوق السنه اللي فاتت، وده يعتبر تحدي ونجاح لدوره استثنائيه من المعرض. استاذ المهندس حازم بدر، شكرا جدا لحضرتك معنا، ومتشكرين ليك جدا مع قناه الوسطى يوتيوب. شرفتونا، ودايما مع بعض ان شاء الله. شكرا.